Hamidiye Kargo İstanbul Fatih'te 2017 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Müşterilerine güvenilir hizmet sunan firma Arabistan, Kuveyt, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a ürün gönderimi sağlıyor. Firma sahibi Suriyeli iş adamı Seyit Veli El Cüneyt çalışmalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. هلا انا صار لي بتركيا 10 سنوات من 2013 اول ما صار الاحداث بسوريا اتجهنا جينا على تركيا وانا كان هون اولادي بيشتغلوا بالخياطه بالالبسه تكستيل بعثمان بيج ايه والحمد لله جينا لهون بركنا وصرنا نبحث على عمل انا شغلتي الاساسيه خياط بسوريا انا بسوريا عندي معمل خياطه بسوريا وما حبيت اشتغل بالخياطة هون التفت على التجارة على الشحن وما شحن وهالأمور هاي وبلشنا بال2017 أمور الشحن على كل دول الخليج الأوروبية والخليج ايه والحمد لله الأمور جيدة ومتوفر لنا كل شيء طبعا نحن يعني متوفر كثير 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 كويس متوفر لنا من الشعب التركي ومن القيادة التركية ومن الحكومة التركية الحمد لله رب العالمين ما في أي شيء يعني كله قانوني أيوة. الحمد لله كله قانوني المشتري بالنسبة لشركة الحميدية أنا اسمي هو الـ 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 بالأمان والصدق يعني أمان أمان يعني أنا عندي زبائن من مصر بالسعودية بالكويت بفرنسا بكل الدول يعني أنا بحولوا لي مصاري بشتري لهم بضاعة بشتري لهم أحذية شناتي ملابس وببعث كله بالأمان نحن الاسم هو الناجح فينا يعني الحمد لله من فضل الله يعني نحن امينين مع الزبون يعني الزبون ببعث لنا وانا بطلب من حكومة التركية ومن رجب أردوغان يعني طلع لنا الجنسية انا صار لي 10 سنين لازم يعطيني الجنسية لي يعني انا صار لي 10 سنين وانا بشتغل تجارة كله موجود وعندي حسابات بالبنك الكويت ترك البركي الحمد لله اموري تمام كل شيء عندي داخل طالع طول الحمد لله رب العالمين اموري الحمد لله بخير الحمد لله رب العالمين وشغلي كويس اسطنبول اكسراي عندي انقلاب جدسي بي تي تي برضا يعني شركة الحميدية مركز برضا مركز واتساب فيسبوك كله كويس والحمد لله عنا زباين كتير وقلت لك يعني انا يعني الحمد لله اللي بده يشتغل بهالشغل هذا بده يكون صادق يعني بيعطي للزبون اسبوع اسبوع 10 ايام 10 ايام كان لألمانيا وكان دول أوروبية كاملة أو كندا أمريكا يعني الحمد لله رب العالمين فضل الله بنقول له للزبون أسبوع يعني أسبوع بنقول له 4 ايام 4 ايام يعني بنشتغل مع الفيديكس مع اليو بي اس مع الأراميكس مع الدي اتش ال مع التي ان تي كلهم شغالين معه الحمد لله من فضل الله الحمد لله رب العالمين